في قلب الصحراء حيث تحكي الرمال حكايات الماضي، تنكشف قصة، قصة وطن توحد برؤية. يا عيال تعالوا أخبركم سالفة. سالفة عن اتحاد الإمارات. قلب الصحراء وين الرمال تحكي، تحكي سوالف من الماضي عن قصة وطن كيف نشأ برؤية مستقبلية. في أيام لا تنسى اجتمع قادتنا موحدين 7 إمارات تحت قيادة الشيخ زايد، كان حلما ورؤية للمستقبل. هذا الاتحاد قادنا من ماض بسيط إلى مستقبل واعد. اليوم نعيش رؤية أبطال سبقونا تفوقوا في مجالات تسهم في استدامة وطننا. نجاحهم شهادة على أثر الاتحاد الذي لا يزال حيا. والآن وبينما نخوض في المستقبل نجد أنفسنا في مدينة تجسد الاستدامة، مدينة مصدر في قلب العاصمة أبوظبي. هذه مدينة مصدر شهادة على التزامنا بمستقبل مستدام. ولأن إرث الاتحاد ما زال يلهمنا، اليوم الوطني لدولة الإمارات نحتفل بتاريخنا وإنجازاتنا ووعد بمستقبل مستدام.